نبدأ وإياكم بموسم الحداد على شهداء الله وشهداء رسوله صلى الله عليه وآله، على الذين لولاهم لما عرفنا الإسلام الحق، على الذين لولاهم لما كنا أحرارا. نحن الأحرار وغيرنا هم العبيد. من عرف الحسين ومضى على دربه فهو الحر، ومن لم يعرف الحسين أو عرفه ولم يمض على دربه فهو العبد. لا شرف ولا كرامة ولا حرية ولا إنسانية إلا مع هذا الإمام ومع منهاجه النير صلوات الله وسلامه عليه.